الأحد الرابع من شهر هاطور المبارك. حياة الإيمان. يأتي هذا اليوم المبارك وفيه ألقي كل أثقالي وهمومي ومشاغلي ومشاعري عليك، وأحمل صليبك بكل الحق وأسير وراءك. أعترف لك وأشكرك من كل قلبي لأنك عظيم وصانع العجائب. تعرفني طريقك وتقبلني إليك بحبك العجيب. ربي يسوع، هبني إيمان التواضع والبساطة والحب الذي به أنجو من الشرير الذي يلقيني في نار الشهوات وماء الاهتمامات والنياحات والهموم ويعطلني، ولكن بنعمتك ينزاح الجبل ويفر الشرير. ربي يسوع، سأترك كل شيء، فأعني وثبتني وقدني، وهبني صليب نعمتك وقوة حمله كي أحيا بك في شركة الطريق المجيد. ربي يسوع، انزع عني كل كرامة وأعطني أن أجوع وأعطش وأحتمل كل شيء لأحيا بمجدك وفضيلتك شريكا لك في ثمر روحي حقيقي يليق بأولادك. ما أجمل طريقك يا ربي يسوع، فأعني وكمل معي يا سيدي الصالح يا محب البشر، ولك كل المجد إلى الأبد. آمين.